السلام عليكم. احنا نشرنا الكريم للكلف والتصبغات وتوحيد لون البشر. اكو بعض الاشخاص ما يردون كريم، يردون سيروم. فشنو نستخدم سيروم فعال للتصبغات وايضا نقدر نحصل من عنده على نتيجة جدا فعالة بسبب احتوائه على 4 مواد فعالة. هاي 4 مواد لها دور مهم جدا للتصبغات، اللي هو من شركة انوا الكورية، اللي يحتوي على 4 مواد فعالة. المادة تحتوي على الالفا اربوتين بتركيز 2% ويحتوي على النياسيناميد بتركيز 10% وعلى الالترا ناكساميك بتركيز 4% ويحتوي على الهايلورونيك اسيد بتركيز 10%. هذني ال4 مواد اللي موجودات لهن وظائف مهمة جدا. من اهم الوظائف الالفا اربوتين اللي هي التصبغات والكلف وتوحيد لون البشرة. والنياسيناميد نقدر نستخدمه حتى نقلل من المسام وبنفس الوقت الرؤوس السوداء وتصبغات. والهايلورونيك اسيد نظارة وترطيب البشرة. والمادة الرابعة اللي هي الاتراناكساميك بنسبة 4% نقدر نستخدمها حتى نقلل من ندبات وآثار حب الشباب وبنفس الوقت لتخفيف التصبغات والبقع الداكنة. طريقة الاستخدام مالته، ننظف البشرة ونستخدمه مرة واحدة يوميا ليلا، نخلي من عنده 5 قطرات على البشرة وتدليك بحركة دارية، ولازم مياه واقي شمس ضروري بالاستخدام. تحياتي.